خليني اخد واحد من اهم نجوم الكرة في مصر، ومن اهم طبعا رموز الكرة في مصر، هو طبعا النجم الكبير الكابتن علي ابو جريشة، نجم الكرة المصرية الاسبق واحد اساطير طبعا النادي الاسماعيلي. كابتن علي، برحب بيك. اهلا وسهلا بيك يا اسلام. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد كويس لله. كابتن علي. يعني عايز اخد راي حضرتك في اداء المنتخب امام النيجر وامام ليبيريا، ورايك بشكل عام في المعسكر الاول او في التجربه الاولى لفيتوريا. يعني هي اسلام يعني ما نقدرش نعول عليها كتير، لان هي يعني هي تجربه استكشافيه، يعني ما اقدرش اقول انه الراجل استقر على دول او الراجل قال خلاص انا مختارته، لا، هو بيتعرف على اللعيبه، بيتعرف على قدرات اللعيبه اللي موجوده، وفي نفس الوقت يهمه انه يعمل نتيجه، لانه النتائج برضو بتفرق في مع الناس ومع الجمهور ومع البدايات بتاعت مدرب. اي مدرب يهمه قوي في اول ظهور لي انه يفوز، لكن انا اشوفها ان هي استكشافيه، ما اقدرش اقيم فيها المدرب، وان كان اللعيبه ادوا بشكل كويس، بيحاول كتير يحتفظ بالكوره، بيحاول اللي ما يديش المنافس فرصه بعد ما الكوره بتضيع، ما بيديش، ما بيعمل ضغط على المدافعين، يعني عنده طبعا راجل مدرب كبير وعنده، ولكن هو ان شاء الله يبان تاثيره على اللعيبه، على المنتخب، على الخطط اللي بيلعب بيها في مباريات البطوله، مثلا كان افريقيه او بتتكلم على تصفيات. عنده الراجل عنده في جعبته يعني كتير، لانه هو مدرب محترف ومدرب درب انديه كبيره وعلى مستوى عالي. فاحنا هو خلينا البعض بيقول يا كابتن علي ان هو ما دربش منتخبات، فالبعض اللي بيشوف ان تدريب المنتخبات يختلف عن تدريب الانديه عنده شعور بالتخوف من تجربة فيتوريا. هو مدرب شاطر ومدرب يعني متمكن، ونصبر عليه، لان ما فيش مدرب جاء اسلام مصر الا ما تم التشكيك فيه الحقيقه. يعني بنتكلم عن كيروش برضو، واجه بدايات مع منتخب مصر صعبه جدا، لان ناس كتيره شككت في قدراته. وكوبر قبلي، وكوبر بقى اللي وصلنا كاس عالم في بداياته كان في تشكيك كبير فيه برضه، وكلام عليه كتير جدا، رغم ان الراجل برضه وصلنا لنهائي افريقيا، وصلنا كاس عالم 2018. فخلي بالك، يعني خلينا ان احنا اتفقنا، واتحاد الكوره اكيد راجع كل اموره، وبالتالي هو متفق مع اربع سنين. فخلينا نشوف، لانه مش عايزين نسبة الاحداث، وكل مدرب يجي في بداياته نبتدي التشكيك فيه، وخصوصا مع اول اسبوع ليه او اول ظهور ليه. لا، احنا عندنا وقت نقدر يعني نحكم، ونقدر نشوف، ونقدر نقيم. لكن التقييم دلوقتي في اول مباراتين او كده شايفه انه امر صعب يعني. طيب.